عليكم أصدقائي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. لو تخيزو في موباج 43 دوزيام اني دون لونسينمون بريمير وغنديرو المانيوال ديالي. إذن توجور كنكومونسي باغ جو روتيان بوغ أبخوندر بيان لا لوسون. دونك لا لوسون ديالنا اليوم هي الفوكابولار باج دو ديكسيونير. غادي نهضرو على صحة ديال المعجم الفرنسية اللي هو ديكسيونير، وحنا ديجا راه هضرنا عليه كاي داكتيفيتي ودرنا رابيل وجاوبنا على لي كيسيون. دونك جو روتين دون لو ديكسيونير لي مو سون كلاسي بار اوردر الفابيتيك. اذا لو ديكسيونير il y a un classement par ordre alphabétique. Ça veut dire A, B, les mots suivis par la lettre A. On commence par les mots suivis par la lettre A, après les mots suivis par la lettre B, après C, etc. Donc l'ordre alphabétique, ou A, B, C, D, E. Et bien maintenant, les mots ou les asmer classés, les chéris asmer à tel affaire, et bien les kalimat kamli, classés des affaires. Les mots expliqués sont écrits en gras ou en couleur. Et bien les mots qui sont expliqués. يعني كاين دي مو اللي كيعطيونا الشرح ديالهم، هذوك لي مو كيكونوا اما مكتوبين اون غرا يعني واضحين مزيان، اولا كيكونوا كولوري يعني كيدير لهم شي لون اخر، سوا روج سوا بلو. اذا اما كولوري اما اون غرا. بوغ تروفي ان مو باش نلقاو واحد لو مو ديكسيونير، اون ريغارد دابور la première lettre puis la deuxième. Et donc quand je fais premièrement, je cherche la première lettre de mot. Après la première lettre, je cherche la deuxième. Quand je fais أول حرف ديال الكلمة، كنقلب على ديكسيونير حيت عندي كلاس ديال الزرافي، كنقلب على الحرف الأول مثلا أردواز، كتبدا أردواز بلا لتر أ، كنقلب على أ ديكسيونير. سورة ومن بعد ملي كنلقى ا كندوز ل بي. On utilise les mots repérés en haut des pages. وكنديرو واحد لي مو اللي كيكونوا غير ريبيري اللي كيحددوا لنا لا باج واللي كيحطوا لنا الكلمات اللي كيكونوا في لا باج كامل. تعاوني الفرق هذا هادو غادي نشوفوا باج ديال ديكسيونير وغادي نفهموا مزيان. يعني نشوفوا ديكسيونير. إذا كنت من المعجبين قناة سكولاتوب فلا تنسانا بوضع لايك وتفعيل جرس ليصلك الجديد، ولا تنسى الاشتراك إن لم تكن لم تشارك بعد. إذا هذه باج ديال ليكسيونير إكستخي ديال واحد لاباج. كنلاحظ بأن عندنا لي دو مو لي هضرنا عليهم لي روبير اللي هما هادو، وعندنا دي مو غا إكسبليكي اللي هما هادو. هما دي مو أون غا غاز غابيال غاز هادو دي مو اون غرا ليكسبليكاسيون ديالو. هنا الكلاسمون اللي قلنا ديال ديكسيونير يعني كلاس من ا جوسكا زد ا بي سي دي اي اف. دابا هذا جي دو كلاسمون ديال لا لتر جي. هنا جي مزيان فوالا. دابا نجاوبو على لي كيسيونير باش فهمو مزيان. اذا جو كومبرون اوبسيرفي سيت ايماج. حنا شفنا ليماج مزيان. اذا دو كيل ليفغ ايتيل اكستري من اي ليفر خرجناه هاد الورقه هادي. اذا خرجناها من ان ديكسيونير غادي نقولو لي اكستري دان ديكسيونير. خرجناه من واحد ديكسيونير. كومبيان تيل دو مو اكسبليكي دون سيت باج. قلنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. إذا عندنا 11 مو. غادي نقولو دون سيت باج il y a 11 مو اكسبليك. إذا بوركوا اتون انكادري لا لتر جي اون مارش ا غوش. علاش درنا هاد جي انكادري؟ دونك درناها سي بور انديكي لا بور فاسيليتي دو تروفي لي مو commençons par la lettre G. Et dans la G, il y a que tu bien bien les mots
كيبداو بلا لاتر جي. إذن كومون أبيلتون لي دو مو أون هو دو شاك باج؟ إذن هاد لي مو هادو لي أون هو هادو شنو سميناهم؟ هادو لي مو روبير. إذن نقولو لي دو مو أون هو سو سون لي مو روبير. إذن ثانيا جو مونطخين بالنسبة أولا غتقلبو على لو مو فلوغ ديكسيوناي معندما نديرو حنايا هنا تخوفي ثانيا تخوفي أن مو بلاسي أونطخ لي دو مو دون لو ديكسيوناي. في لو ديكسيوناي غنلقاو هاد لي دو مو خاصنا نقلبو على شي مو لي ما بين هاد لي دي مو. المهم نورمالمون هدا خاص نقلبو عليه في ديكسيوناي مي أنا غادي نديرو كلمات راه قد يكون في ديكسيوناي ولكن ماشي في النيفو ديالو. باش نقلبو على لي مو كنجيو نشوفو لي لاتر. لي بومييير لاتر هنايا بي ها هي عندي بي مازال كنمشي دوزيام لاتر عندي هنا اف هنا عندي اف كنمشي نقلب عندي هنا او حتى هنا عندي او هنا عندي اف وهنا عندي جي. اذا انا خاصني نقلب على شي كلمه كتبدا ب اف ا ومن مورا او كاينه هنا او هي جي او من مورا مثلا انا درت الكلمه ديالي درت خوفيتي لو فيرب خوفيتي عندنا هنايا بي ها هي بي اف او اف وعندي هنايا اي كتجي من مورا او كاين او عاد كتجي اي عاد كتجينا جي خوفيتي. طيب بالنسبه للكلمه الثانيه كتبدا لنا هنايا سي سي او او. اذا حنا خاصنا نقلبوا على واحد ليلات اللي تكون ما بين ان وما بين اف. اذا انا درت سيرت قلت لو مو سيرت لان اف ها هي عندي اف ولكن عندي سي كتجي قبل من اي كنقول ا بي سي عاد كنمشي كنقرا اي مزيان واضح. دابا غادي نجي عندي فاسيل فاليس فاسيل فاليس بيناتهم انا كتبت لو فيرب فابريكي فاسيل ماشي فابريكي نو مي غادي نكتب فاسون لان عندي اس اي من موراها كتشوف فاسون. عاد دابا عندنا غوتي غران اذا بيناتهم عندنا هنا او وعندنا هنايا اف. اذا انا ندير هنا غوم غو لا ماشي حتى غوم لان او ما تكونش انا غوم لا. إذا بغيت لنا كلمة غوتي لو فيرب غوتي غوتي. إذا هاد الكلمة تقراو ديكسيونير غادي تلقاو. إذا في ليكزارسيس 3 بوغ شاك سيري غادي عندنا سيري أ وعندنا سيري بي أونتور لي مو كي سو تخوفون أونتر لي مو روبيري. عندنا هادو دي مو روبيري أون غراف بوتون بريون خاصنا نقلبو على الكلمات اللي كيتواجدو ما بين هاد جوج ديال الكلمات باش غادي نعرفوهم. بوطون كتبدا بي اذا الكلمات كاملين كيبداو بي مزيان. عندنا بوطون كتبدا او كلمات كتبداو بالاو اذا هذه او او كتبدا بالاو من موراها او اذا هنايا جات الاكس الاكس واش جات قبل او ولا من مورا او جات من مورا او اذا هنايا كاينه الكلمه كاينه ما بين بوطون اوبري. غادي نجي لهنا عندنا الكلمه الثانيه او هي اللي وحده اللي كاينه عندنا بي وعندنا اف. اذا هنا كاينه اف هنا كاينه اف هنا كاينه اف عندنا هنا اي اذا اي هي اخر كلمه هنا عندنا ا اذا ا كاينه كاين او كاينه ولكن او ما كايناش حيت او كتجي من مورا اي وقلنا الكلمه الاخرى الحرف الاخر هو اف اذا او ما كاين. غنجيو عند السيغي الثاني فاميلي فاسيل وفاميليا كلهم كيبداو ب اف من موراها كتبدا ب ا اذا ها هي ا من موراها كاين السي هادي عندها السي بوحدها. دابا هنايا السي من مورا السي كاين اي غادي نجي نشوف هنايا عندي او واش او كتجي من مورا السي ولا قبل السي. اذا من مورا السي فاسون دارنا علاش حيت كنقولو اي هي الاولى وعاد كنزيدو وكنقولو او
صافي فوالا. وعاد كنقو كنزيدو عاوتاني كنقولو بي، وعاد كنزيدو كنقولو هنا ال صافي فوالا. اذا السي كاينه تي، عندي تي و ام، عندي هنايا السي وعندي ام، عندي هنايا اي. اذا اي كاينه ما بين السي و ام، كاينه فوالا ا بي سي، عندي ولا اونت. هنا تي ما كايناش ما بين سي و ام، اذا ما غنديروهاش. و ال كاينه ما بين سي و ام، غنديرو لا اونت. اذا هادو هما الكلمات اللي كاينين اون لي مو اوروبيان. اذا انت لهنا كتابع الحلقه ديالنا، كنتمنى حلقه ما تعجبكم، وعندنا حلقه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.